كيقول كيلي كيقول يطرات الوداد كيلي كيقول يطرات ولا انا مازال ما كنا بلاص يا ولدي بلاص ما حسن يا ولدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خويا حمد واجدين امام الكوميساريه ديال الاناسي، الكوميساريه الكبيره، الناس ديال 36 واناسي ديال تشيندوف وساكنه تاع 36 متواجدين حاليا امام الكوميساريه ديال الاناسي. يعني الناس كاملين مضطرين، كاع المسكين الطوموبيلات ديالهم كلهم مضطرين متواجدين هنا. انا خويا رسو لي الطوموبيل ديالي، الطوموبيل تاعي يلاه مخرجه وخدام مع 4 ديال الصباح. يعني البلاصه اللي كنخدم فيها ما كاينش الباب باش نمشي للخدمه، ما كاين لا طوبيس لا طاكسي لا حتى شي حاجه اللي غادي يوصلني تما. يعني ما يمكنش لي انا يلاه بادي في هذه الخدمه هذه، وكما كتعرفوا في هذا الكوفيد اللي فيه حنا حاليا هذه الخدمه يلاه بادي فيها جديد. يعني ما عنديش كيفاش غادي نوصل لهذيك الخدمه. هو خويا اش نقول لك، ماشي هذاك المنظر بان الطوموبيل خرجت جديده، رسوا لي الجاجه راه لا اله الا خويا راه طحت سخفت. ما عرفناش خويا شكون اللي رسا، كنقول لك اخويا 70 واحد اللي جاو لهذاك الدرب. دايرين اخويا الكمامات داكشي ديال البلطاجيه ديال ميسرة ولا عندنا هنايا واحد السيده انا كنشوفها من الشرجم، طلعت الموبل كنشوفها من الشرجم، يلاه جات في الطوموبيل تاعها وجات في هذيك الوقيته اللي فيها هذوك البلطاجيه اللي جاو. تخيلوا معايا طلعوا فوق الطوموبيل وكيشطفوا لها الطوموبيل ديالها، رسوا لها الدجاجه والسيده اش دارت؟ ما هي وبنتها محنيين بحال هكا، قسما بالله ما حنوا فيهم، والله ما حنوا فيهم وكيضربوا لها الدجاجه ديالها. شرفه